إخواننا أهل السنة يقولون هو معصوم في التبليغ مو معصوم في سلوكه. طيب من الذي يفرز لنا سلوكه عن تبليغه؟ ما الذي يدلنا على ذلك؟ يعني الآن مثلا النبي صلى الله عليه وآله ذهب المسلمون معه إلى الحج أو ذهبوا معه إلى مكان، وقام النبي عمل عملا في الحج مثلا، هرول افترضوا بين الصفا والمروة، لما كان بين الصفا والمروة هرول، احنا ما ندري هذه الهرولة من التبليغ فيكون معصوما فيه، أو أن هذه الهرولة من سلوكه الشخصي فليس معصوما فيه. يجوز الآن النبي مثلا بطنه عوره وقام يهرول علشان بطنه يعوره مثلا، أو أنه النبي مثلا شوية يعني حب يهرول هالشكل مثلا يعني حبا مزاجيا مثلا. ما الذي يدلنا، ما الذي يفرز لنا هو معصوم في التبليغ غير معصوم في سلوكه؟ من الذي يفرز لنا أن هذه الهرولة من سلوكه أو من تبليغه؟ هو اللي لازم يقول. زين هو قال يا جماعة ترى هذه الهرولة مو من سلوكي، ترى هذه الهرولة من تبليغ، أنا قاعد أبلغ حكم، أبلغ تبليغ عملي، لأن النبي قد يبلغ تبليغا قولي قد يبلغ تبليغا عملي، يقول حجوا كما حجج، صلوا كما أصلي. فلو قال لنا النبي أن هذه الهرولة من تبليغي لا من سلوكي لعله أخطأ، لعله أخطأ في الفرز بين ما هو من تبليغه وبين ما هو من سلوكه. إذن ما الذي يضمن لنا أن هذا من تبليغه لا من سلوكه إلا أن يقول هو، وإذا قال لعله أخطأ أو نسي أو ما استطاع أن يفرز سلوكه عن تبليغه. إذن متى ما نفينا العصمة عن سلوكه، قلنا من الممكن أن يخطئ في سلوكه، من الممكن أن ينسى في سلوكه، من الممكن أن يعصي في سلوكه، لم يمكن الاقتداء بأي فعل من أفعاله، لأن أي فعل من أفعاله يصدر منه يأتي فيه الشك أنه من السلوك أو من التبليغ، وهو معصوم في أحدهما دون الآخر. فلا يمكن الاقتداء بشيء من أفعاله وسلوكه، وهذا يتنافى مع جعله قدوة للبشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا، أنا بينت في بعض المحاضرات في بعض الأعوام السابقة أن العصمة لا تقبل التبعيض بأن نقول هو معصوم في تلقي الوحي، سموها عصمة علمية، هو معصوم في تبليغ الوحي، لكنه ليس معصوم عصمة عملية، ليس معصوم في سلوكه. العصمة لا تقبل التبعيض والتجزئة. لماذا؟ لأن العصمة عبارة عن سيطرة الذهن على النفس وأفعال النفس، هذا نور من أنوار العصمة، أثر من آثار العصمة. ضربت مثال أيضا، هذا الإنسان اللي عنده امتحان، ده أنت تدخل الامتحان في الجامعة، الامتحان مدة ساعة أو ساعتين، أنت في هذا الامتحان إذا كان ذهنك حاضر ما تخطئ، هذا مجرب، إذا الذهن حاضر ما فيه، ما يغيب الذهن، الذهن باقي حاضر. إذا حضر الذهن، إذا الإنسان استطاع أن يسيطر على نفسه لمدة ساعتين، شلون أنت الآن تسيطر على نفسك لمدة 12 ساعة؟ كم من نهار الأيام؟ 14 ساعة. شلون أنت تسيطر على نفسك 14 ساعة؟ سيطر عليها سيطرة تامة عن جميع المفطرات، عن المعاصي، عن الذنوب، 14 ساعة تقدر تسيطر على النفس عن جميع المفطرات، عن جميع المعاصي، عن جميع الذنوب. كلما كان الذهن حاضرا صار مسيطرا على النفس،
والمدة تحديد المدة بيد الإنسان هو اللي يحدد. هذا الإنسان اللي يدخل الامتحان ساعتين وعنده معلومات ذاكرها ومختزنة في ذهنه وجدت الأسئلة، إذا سيطر ذهنه على نفسه خلاص صير ذهنه حاضر يسجل الإجابات كلها بدقة إلى أن ينتهي. متى ما حضر الذهن سيطر على الأعصاب، سيطر على النفس، سيطر على الإحساس. زين، نجي إلى المعصوم عليه السلام. هذا المعصوم إما أن تكون له قوة السيطرة موجودة أو غير موجودة. إذا هذه القوة موجودة عنده أنه يمتلك القوة على سيطرة ذهنه على نفسه وأفعال نفسه، إذا كانت القوة موجودة فهي موجودة في جميع حالاته، في التبليغ، في تلقي الوحي، في تبليغه، في سلوكه. إذا هذه القوة غير موجودة فهي ليست موجودة. إذن بالنتيجة التبعيض، بأن نقول الله أعطاه القوة في التبليغ، في تلقي الوحي وفي تبليغه دون سلوكه، هذا يتنافى مع حقيقة العصمة، أن العصمة قوة نافذة، لطف خفي نافذ مسيطر على النفس وعلى أحاسيسها وأفعالها. هذه القوة لا تقبل التجزئة والتبعيض، والحمد لله.